السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع البايثون ومع الارقام اللي موجودة جواه. اقول له بايثون واقول له انا عايز اشوف الناتج اللي هيطلع اهوت. هو زيرو على اساس ان الناتج لما تيجي تبص هنا اوت بتساوي زيرو. طيب خلينا اقول له مثلا ان انا عندي هنا مثلا الاكس هتساوي 2 زائد 2، لو بتاعي هيبقى الاكس، واقول له رن هيطلع لي 4 بالشكل ده. طب بدل دي هقول له مثلا ايه ضرب، يروح جايب لي الضرب بتاعه. طيب اقول له برضو ضرب كمان ضرب 3. طيب لو انا دلوقتي مثلا قلت له 2 في 3 زائد 4، هيعمل عملية الضرب الأول وبعد كده يجمع عليها الأربعة ديت هيطلع ال10. طب لو أنا قلت له بقى لأ، خلي التلاتة والأربعة دول في قوس واعمل رن، هيضرب التلاتة في الأربعة هيطلع التلاتة مع الأربعة 7 في 2 هيطلع لي 14، يعني الحاجات اللي جوه القوس بيعملها الأول. ممكن برضه أقول له خلي الواي بتساوي مثلا 1 على 3، واقول له اطبع لي الاكس والواي رن، هيطبع لي ال14 وبعد كده ال1 على 3 هيطلع كسور هيهملها ويجيب لي 0. طيب لو انا عايز اكتب لي كسور هحول التلاتة دي من انتجر لفلوت، يعني بدل ما هي ارقام صحيحة لا هخليها كسور، مجرد بس اعمله 3.0. 3.0 يعني 3، بس هو لما هيشوف البوينت 0 دي هيبدأ يجيب لي الكسور. هقول له رن هيقول لي هتساوي 0.3333. طيب خلينا برضو نعمل الزد بتساوي واحد مثلا 12 على مثلا، خليها العلامة ديت على 3، وقول له اطبع لي الزد رن طبع لي الزيرو. يعني ايه بقى العلامة دي؟ العلامة دي يعني باقي القسمة كام؟ باقي القسمة كام؟ يعني 12 على 3 فيها الأربعة يبقى كام؟ ما يبقاش حاجة. طيب 13 على 3 يتبقى 1. طيب لو خدنا مثلا 133 على 3 يبقى 1. طب لو خدنا 1 3 4 على 3 هيبقى 2. يعني هو بيقسم ويديني الباقي كام بعد القسمة. يعني مثلا 10 على 3، التلاتة تقسم على كام؟ تقسم على 9 يبقى كام؟ 1، وهكذا. دي بعض العمليات الحسابية اللي ممكن تعملها في البايثون بحيث يطلع لك النتيجة، تكون مثلا عايز تعمل مصفوفة برقم معين 4 في 4 مثلا، وهكذا.